ثانية في المباراة لصالح فريق كريمونيزي. تصل خطيرة خطيرة وعلى مقربة وكرة في المرمى، وكرة في المرمى، هدف، هدف مبكر، هدف مبكر. لم تمضي دقيقة وبضع ثواني، كريمونيزي يسجل من أول ركنية. أين دفاع سبيتزيا؟ أين اختفى دفاع النسور الصغيرة؟ كريمونيزي يسجل بعد دقيقة وخمس ثواني بالتمام والكمال، ويبدو أن صاحب الهدف هو دي سيرس. يبدو أن صاحب الهدف هو اللاعب رقم 90 سير. انطلاق من العمق وكرة بينية بعيدة، بعيدة لعبها نزولا وترتد كرة في المرمى، وهدف، وهدف. يا اعتقدنا ان الدفاع خلاص ابعدها، ولكن زولا، المتابعة الرائعة لمبالا زولا يتابعها ويضعها في مرمى كارنيسكي. يا خسارنا يا كارنيسكي، كان يتمنى ان تكون شباكه نظيفة، ولكن زولا الهداف الانغولي رابع اهدافه لهذا الموسم، لكن لا يسأل عن الهدف. والركنية على القائم البعيد، فيها خطورة، فيها دربكة، مش معقول. والثاني مش معقول. قلبوها عليهم النسور، قلبوها على عازفي الكمان، الذين وقفوا داخل منطقة الستة. وهدف بمرمى كارنيسكي، الدفاع يتفرج، الحارس يتفرج، والمتابعة من صاحب الهدف إيميل هولم اللاعب السويدي الذي داخل منطقة الجزاء يتابعها. وكرة عرضية حلوة، من هذا الهدف، روعة. كريمونيزي يتعادل. كرة عرضية مثالية على رأسه للاعب رقم 6 تشارلز بيكل. الله على فينيشينج. والجمهور هيخنقه، جمهور كريمونيزي هيخنق صاحب الهدف من فرط عناقه له طبعا فرحا بهذا الهدف. بيكل. الله على بيكل وعلى طعم هذا الهدف. يا على هذا الهدف. ها هي.